تعزيزا لدور المصالحات الوطنية ودعوة لأبناء الوطن بالاستفادة من مراسم العفو، عقدت المبادرة الأهلية للمصالحات في إدلب ودول الجوار مؤتمرها الوطني الأول في مدينة خان شيخون المحررة من الإرهاب بمشاركة شخصيات عشائرية وشعبية ورسمية من إدلب وحماة والقنيطرة وعدة محافظات سورية. تم تسوية أكثر من 400 مواطن من هذه المحافظة، فهذه بداية عمل هذه اللجنة، وإن شاء الله سنكمل تشكيل هذه اللجان في سائر المناطق المحررة في محافظة إدلب ليصار إلى تسوية أوضاع جميع أبناء هذه المحافظة. نحن اليوم بصدد إعادة أهالينا معززين مكرمين إلى بيوتهم وقراهم. نحن اليوم نعمل من أجل أبناء محافظة إدلب الذي غرر بهم، وللأسف وجدوا أن المنظمات اللا إنسانية تشوه بسمعة الدولة السورية. نحن واجبنا أن نعلمهم أن الدولة مفتحة أبوابها لأبنائها جميعا، ونحن على عاتقنا نأخذ تسوية أوضاع هؤلاء السوريون المغرر بهم. اللقاء أكد على أهمية المصالحات الوطنية ودورها المتوازي مع الجيش العربي السوري في تحرير ما تبقى من سوريا، ودعا المشاركون في المؤتمر السوريين عامة وأهالي إدلب خاصة بالمبادرة لتسوية أوضاعهم والعودة لمنازلهم والعيش الكريم ضمن كنف الدولة السورية. إن عودة الأخوة السوريين إلى وطنهم، هي هذا الهدف الرئيسي، والعمل على تسوية أوضاعهم وتأمين مستلزماتهم. نحن مع الوطن، نحن متجذرون بهذا الوطن، نحن المحافظون عليه، وسوريا ستبقى حرة أبية عزيزة كريمة. نقول للجماعات التي قاموا بالفتن وبالتغرير ببعض مواطني سوريا، نحن نقول لهم خسئتم. دعوة المواطنين إلى العودة إلى أراضيهم، إلى بيوتهم، إلى منازلهم، إلى متاجرهم، إلى مصانعهم، إلى أراضيهم، لإعادة تفعيل هذه الأراضي من جديد. توجيه المناشدة الإنسانية إلى هؤلاء الذين غرر بهم، ونقول لهم كفى، إن الرجوع إلى الحق خير من التبادي في الباطل. المناشدة لكافة أبناء الوطن للعودة إلى حضن الوطن وتسليم السلاح والعودة كأبناء في الجمهورية العربية السورية. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي على الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة العمل لعودة كل من غرر به لحضن الوطن، وتحرير جميع المخطوفين ومعرفة مصير المفقودين، والعودة بسوريا التي تضم كل أطياف المجتمع السوري.